السلام عليكم. اليوم نتابع الرحلة الأولى لقطار بين مدينة بوكزول ومحطة الأغواط على امتداد مسافة حوالي 300 كيلومتر. إذن نخليكم تتابعوا هذا الفيديو حول أول رحلة ومدى يعني الإعجاب نتاع المستعملين نتاع القطار إذن في محطة الجلفة باتجاه الأغواط. نخليكم تتابعوا الفيديو لأول رحلة في القطار على مستوى ولاية الجلفة، وأترككم تتابعون والسلام عليكم. تعود صافرة القطار من جديد بولاية الجلفة، وتشهد المحطة الجديدة للمسافرين حركية كبيرة. عائلات شباب وأطفال ينتظرون بشغف أول رحلة قطار. نحن اليوم متواجدين في محطة القطار بولاية الجلفة الجديدة، حيث ننتظر بتنقل إلى ولاية الأغواط، حيث نلاحظ أن محطة القطار هذه إنجاز عظيم. رانا نستناو إن شاء الله في الرحلة إن شاء الله. هذه المحطة راه الله يبارك لنا قبلة كبيرة على البلاد، ومتوفر إن شاء الله ترونسبور كاين من البلاد، متوفر كلش. اليوم رانا جبنا دراري باش يفرحوا ويشوفوا القطار اللي كانوا يشوفوه في التلفزيون بركة، والحمد لله. وهذا راه مكسب المنطقة ومكسب أربع ولايات ولا خمس ولايات. اليوم نحن فرحانين للذهاب في رحلة، هذه أول مرة نركب هذا القطار. لتنطلق أول رحلة مجانية من محطة الجلفة متوجهة نحو ولاية الأغواط، فالإقبال الكبير للمسافرين على متن هذه الرحلة استمتعوا بتجربة سفر مريحة وآمنة على متن هذا القطار الذي يتوفر على كل الضروريات والتقنيات الحديثة. كنا نستناو فيه مش نقول لك ما حتى قريب ما صبرناش. هذه نعمة مكثر دولتنا إن شاء الله، الله يحفظها ويسترها. الحمد لله ولا عدنا قطار في الجلفة، وراني فرحانة ومحظوظة، وهذه أول مرة نطلع في القطار مع جدي وأبي، وراني فرحان. كانت أول رحلة من ولاية الأغواط إلى ولاية الجلفة، وإن شاء الله كانت رحلة موفقة، نثمن هذا المكسب، وإن شاء الله نطلب من الركاب المحافظة على هذا المكسب. أنا فرحان اليوم لأني أول مرة أطلع في هذا القطار، شكرا جزيلا للجمهورية تبون، ومبروك على سكنة الجلفة. اليوم رانا فرحانين بزاف على خاطر دارونا وفرونا القطار، وكانت أول رحلة لينا اللي هي اليوم. المؤسسة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية ارتأت أن تعطي هذا اليوم يوم افتتاحي، وهو يوم مجاني لكامل المواطنين، وندعوهم لزيارتنا واستكشاف الخط الرابط ما بين بوكزول والأغواط. الخط الرابط بين بوكزول بالمدية الأغواط مرورا بالجلفة يعد استثمارا استراتيجيا ورؤية طموحة للدولة لتطوير قطاع النقل بتفاؤل نحو مستقبل أفضل بفعالية كبيرة.